النوع السادس هو صاحبك اللي بيعزمك بس على حسابك، هو صاحبك البخيل. بقول لك يا محمد، تيجي نروح ناكل؟ ايه ناكل؟ ناكل. انت عارف دلوقتي الوجبه بقت بكام؟ تعالى يا محمد وهعزمك. تعزمني؟ ها يلا. ايه تاني؟ بس انت عارف العربيه ما فيهاش بنزين، يعني اخر 15 جنيه حطيت بيهم 3 لتر. تعالى يا محمد والبنزين عليا. البنزين؟ ها يعني بنزين واكل؟ ايوه هتاكلنا. يلا خلاص. يلا ايه خسرت ال 3 لتر؟